جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. حان الوقت كي يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجير والاحتلال الاستيطاني والعذابات المستمرة كبقية شعوب الأرض حراً فوق أرض وطنه سيداً مستقلاً. منذ بداية مفاوضات مدريد وواشنطن كان هناك قدر كبير من الارتياح لدى المشاركين في المفاوضات، وقدر كبير من الانسجام مع الشارع والرأي العام الفلسطيني ومع بيئة الانتفاضة وجوها. وكان الوفد الفلسطيني بقيادة حيدر عبد الشافي يصر على التمسك بتمثيل منظمة التحرير وبرنامج الانتفاضة وعلى وقف الاستيطان لإنهاء الاحتلال وتطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية. هذا الإصرار من الوفد المفاوض خلق حالة من الانسجام بين أجواء الرأي العام الفلسطيني والأجواء الشعبية في فلسطين، وكان هناك حالة من الاحترام الكبير على مستوى الجماهير العربية والفلسطينية للأداء الفلسطيني في هذه المفاوضات، ما دفع إسرائيل إلى مقاطعة المحادثات والتهديد بالانسحاب عدة مرات، الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات في 10 جولات. حققنا من مدريد أشياء كثيرة. أولاً التغطية الإعلامية للهائلة الغير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية مكنت الوفد الفلسطيني من أن يصل ويوصل المواقف الفلسطينية والحق الفلسطيني تقريباً إلى كل بيت في العالم، لأنه هذا الحدث مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن كانت تحوز على اهتمام إعلامي غير مسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية، وبالتالي يعني لم تتح لنا فرصة لإيصال الحق الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي مثل تلك الفرصة. ثانياً، نجح الوفد الفلسطيني في إيصال الرسالة للعالم بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه لن يكون هناك أي تقدم في اتجاه تحقيق أهداف العملية السياسية بدون مشاركة من منظمة التحرير، لأن هذا الوفد يأتمر بإمرة منظمة التحرير. والوفد كان له رسالة واضحة ووصلت وحققت أهدافها، وهي أنه إذا أردتم لهذه العملية النجاح فليس لكم مناص من التعامل بشكل مباشر مع قيادة منظمة التحرير، لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ولذلك أعتقد بأنه إنجاز الشعب الفلسطيني المتمثل بتحقيق الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني من قبل العالم وإسرائيل والولايات المتحدة هو أحد إنجازات مفاوضات مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن. أول شيء خلصنا من مدريد، نفس الوفد توجه للولايات المتحدة الأمريكية ليستكمل مفاوضات مدريد بمفاوضات واشنطن. على ما يبدو أن التوجه كان زي ما قلت لك في البداية أنه نحيد الفلسطينيين عن أي مشروع نضالي بغض النظر سلمي ولا عنيف، نحيد الفلسطينيين حتى نهيئ الأجواء للقطب الواحد أن يسيطر على المنطقة. كانوا بيعتبروا أنه إحنا ممكن نأثر عليهم بالخليج، ممكن كثير نأثر عليهم بالخليج. فجرت المفاوضات في ذلك الحين لدرجة أنه زعلوا
أعضاء الوفد الفلسطيني زي حنان عشراوي والمرحوم صعب عرقات وحيدر عبد الشافي وفيصل زعلوا إنه لا طب كيف ودتونا على نيويورك وكان بيصير في مفاوضات سرية في أوسلو. والحقيقة إنه كان يدرك ياسر عرفات أن هذه المفاوضات في واشنطن لن تؤتي أي ثمار أي نتيجة من طبيعة الحوار. وكما قلت لك شارون كان شمير كان يقول إنه 20 سنة مفاوضات وسيجد الفلسطينيين أنفسهم في نفس المكان لن أعطيهم شيئا. فبالتالي إذا ما بدي يعطيني شيء ليش أنا أتفاوض معه؟ كمان بنفس الوقت ما فيني أنا أكون سبب فشل المفاوضات، حيحملوني المسؤولية كاملة. عشان هيك راح الوفد على واشنطن يكمل المفاوضات رغم قناعتنا بأنه لن يصل إلى نتيجة، بس حتى لا نتحمل مسؤولية فشل مؤتمر مدريد وما تبعه في واشنطن راح وفدنا يفاوض في الوقت اللي كنا مدين وفد على أوسلو يتفاوض سريا. واشنطن لما راحوا المشاركين في مؤتمر مدريد في واشنطن اتقسم إلى 5 لجان: لجنة للاجئين، لجنة اقتصادية، لجنة للبيئة والمياه. وهذه اللجان بدأت تجتمع، كانت تجتمع، لكن واضح تماما أن التكتيك الإسرائيلي اللي أعلنه شامير فيما بعد أنه كان ينوي أن يستمر النقاش والحوار 10 سنوات دون أن نصل إلى نتيجة. في هذه الأثناء طبعا كان في اختراق غير معلن جانبي لما شفنا أنه ما فيش جدية لا في ضغط من الأمريكان للوصول إلى نتائج ولا في إرادة سياسية عند الإسرائيليين للوصول إلى نتائج. بدأ اختراق أوسلو في أواخر العام 92. التغير الرئيسي الحقيقة هو اللي حصل في إسرائيل، لأنه ربما لو استمر حزب الليكود في الحكم وكان يتزعم شمير ربما لا انتهت عملية السلام إلى طريق مسدود. ولكن نجاح حزب العمل في الانتخابات في إسرائيل وتشكيله لحكومة بقيادة رابين أدى إلى إمكانية تغير في الموقف الإسرائيلي باتجاه التعامل المباشر مع منظمة التحرير. وبالتالي فكرة الانتقال من مفاوضات واشنطن إلى مفاوضات أوسلو مباشرة مع منظمة التحرير والاعتراف بمنظمة التحرير بالتالي كان أحد أسبابه التغير الذي حصل في إسرائيل باتجاه استلام حزب العمل. وطبعا سبب آخر اللي ذكرته سابقا اللي هو الأداء الفلسطيني من خلال الوفد المفاوض الذي كان مصرا على أنه مجرد ممثل لمنظمة التحرير. في هذا الأثناء يعني تأثرت المفاوضات كثيرا بأحداث داخلية، أهمها أن إسرائيل قامت بإبعاد 400 فلسطيني إلى جنوب لبنان مرج الزهور، وبالتالي الوفد الفلسطيني قرر الامتناع عن الذهاب للمفاوضات، وبالتالي حصلت أزمة كبيرة يعني تفاوضية في هذا المجال. الديمقراطيين والرئيس الديمقراطي في أمريكا عادة يعني أقل قربا من الإسرائيليين، أقل بعدا مع العرب، ما بيفكروش بالطريقة اللي بيفكر فيها الجمهوريين إنه أمريكا فيرست أن إسرائيل سكند، أمريكا أولا وإسرائيل ثانيا. يعني هم لا بيشوفوا إنه في مصلحة لأمريكا إنها تخلق علاقة واسعة بالعرب، وإنه العرب ما لح تنفع فتح هذه العلاقة الواسعة من غير حل للفلسطينيين يعني يكون مقنعا ومعقولا. من ثم تحول من الرئاسة الحزب من القيادة الجمهورية للقيادة الديمقراطية كان بدون شك مفيد إلنا، وانعكس في تغير في إسرائيل اللي نتيجة له
اليمين، لأنه اليسار هو الديمقراطيين بيعتبروا يسار يعني في أمريكا، يعني اليسار الديمقراطي في أمريكا ساعد على قيام اليسار الإسرائيلي برضه نسبيا هنا ونسبيا هناك إلى الحكم. وبصراحة يعني هذا أدى إلى مزيد من الاهتمام الأمريكي الإسرائيلي بالوصول إلى حل. طبعا هم الحل اللي بدهم إياه أيام ما كانش بدهم حل، لما كان اليمين هون واليمين هناك بدهم يفشلوا الانتخابات إذا أمكن، أو يستسلموا الفلسطينيين. يعني لما تغير الحكم في إسرائيل وتغير الحكم في أمريكا، لا صار في استعداد أكبر للنظر فيما قد يرضي الفلسطينيين، للوصول إلى حل مقنع ومقبول من الفلسطينيين وبالتالي من العرب ومن الإسرائيليين. تغيرت معدلات وعناصر اتخاذ القرار. من المعروف أن واشنطن وفرت أجواء لاستمرار مفاوضات طويلة مكوكية بين الوفود المشاركة. أولا، في معظم لقاءات واشنطن الوفد السوري واللبناني لم يشارك. ثانيا، منذ الوصول إلى واشنطن أصر الطرف الفلسطيني أنه طيب خلصنا مؤتمر مدريد، إحنا والأردن أوفينا بما طلب منا في افتتاح مؤتمر مدريد، بمعنى الوفد المشترك. حان وقت أن يتم التعاطي مع وفدين، وفد أردني له ما يقوله ووفد فلسطيني. لما يصل هو موضوع الحل النهائي، لا والله موضوع اللاجئين كمان بهم الأردن، موضوع القدس والأماكن المقدسة بهم الأردن، بس في البداية نحن بحاجة لتثبيت أن هناك وفد فلسطيني مستقل. رفضت إسرائيل، فظل الوفد الفلسطيني في الكوريدور. صار الطرف الأمريكي مراسل يحكي مع اللي بالكوريدور أو ما سمي بمفاوضات الكنباي لأريكا اللي هي بالممر. وبالتالي هذا أخذ أشهر طويلة وجولات طويلة من عدم قبول الوفد الفلسطيني الانضواء مرة أخرى تحت وفد مشترك للحديث بالتفاصيل، إنما استنفذت أغراض الوفد الأردني الفلسطيني المشترك في مدريد، ولا داعي لاستمرار نفس الصيغة التي يمكن أن نتفاوض من خلالها في واشنطن. هذا الموضوع أخذ كما قلت مرة طويلة، لدرجة أن الدكتور حيدر عبد الشافي ما كانش يحضر. أريد أيضا أن أقول بأنه، والحقيقة أنا أقول ذلك بفخر شديد، أنه مرحلة مفاوضات واشنطن كان الأداء التفاوض الفلسطيني فيها أداء متطورا إلى أبعد الحدود. كان لدينا مستشارين خبراء فلسطينيين في كل الجوانب، في مجال المياه، في مجال الأراضي، في مجال الاستيطان، وفي مجال الإعلام، وفي المجال الدبلوماسي. يعني الفريق الفلسطيني في مدريد وبعد ذلك في واشنطن كان حوالي 100 شخص فقط. 14 شخص منهم الذين كانوا يعني يجلسون في جلسات التفاوض، ولكن البقية كانوا خبراء يساعدون هذا الوفد في إعداد الدراسات اللازمة، في إجراء التحليل على النصوص للمقترحات التفاوضية الإسرائيلية، على إعداد النصوص للمقترحات التفاوضية الفلسطينية، على إعداد الاستراتيجية الإعلامية، على إعداد الطريقة المثلى لطرح المواقف على طاولة المفاوضات. وبالتالي يعني لم يكن الأداء ارتجالي، بل كان يستند إلى مساعدة خبراء من أكثر يعني الفلسطينيين خبرة في هذه المجالات، الذين تم استدعائهم من مختلف العواصم العالمية. كان لدينا خبراء فلسطينيون يعني مشهود لهم بالخبرة العالمية، من باريس، من لندن، من نيويورك، من واشنطن، من بلدان عربية، وهذا ساعد في أن يكون الأداء أداء جماعي مستند إلى خبرة، مستند إلى علم،
ومستند إلى التزام وطني في الوقت نفسه. مفاوضات المباشرة بيننا وبين الإسرائيليين ثنائية، والمفاوضات المتعددة الأطراف اللي كان مشارك فيها مش بس فلسطين وإسرائيل، وإنما بعض الدول العربية، مصر أكيد منها، والأمريكان والروس وممثلين الأوروبيين. المفاوضات المتعددة الأطراف كان هدفها ما بعد السلام، يعني إذا صار في اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين كيف بتكون العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الأوروبية العربية، ما يؤدي للاستفادة من عملية السلام هذه في خلق إطار اقتصادي وسياسي إيجابي في المنطقة بين كل هذه الأطراف. فالمفاوضات المتعددة الأطراف كانت تنظر في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والنوعية والتنموية فيما بعد الاتفاق، إنه كيف بدنا نعمل مجتمع مختلف العناصر بس في تنمية تحافظ وفي محافظة عليه اللي ممكن تصير. فالمفاوضات متعددة الأقطاب كانت تسير في نفس الوقت اللي في الاتفاقات الثنائية، يعني أو المفاوضات الثنائية كان في تباين، لأنه في المفاوضات المتعددة إحنا والعرب الأغلبية، وبالتالي الأمريكان كان بدهم يكسبوا العرب من الاتفاق اللي ما صارش لسه بيننا وبين الإسرائيليين والدولة الفلسطينية التي لم تقم حتى الآن. إحنا كنا دائما نراعي توازن، إنه لا يا عمي ما بيصير تقدم في المتعددة إلا إذا صار في تقدم في الثنائية. الوقت اللي الثنائية تتعطل فيه بنعطل كنا المتعددة. العرب يلاقوا لهم حجة إنه لا يا عمي إحنا مش مهتمين نخلق علاقات ما بعد، إذا اللي ما قبله لسه مش عم تتفقوا عليه يعني حتى الآن لأسباب أمريكية إسرائيلية أساسا. يعني الحقيقة أنه كان لهذا الفريق التفاوضي لجنة قيادية من بين أعضاء الفريق التفاوضي، ضمت أشخاص مثل فيصل الحسيني وحنان عشراوي، وضمت أشخاص مثل نبيل شعث اللي كان موفد من قيادة منظمة التحرير، وضمت أشخاص من المشاركين بالوفد من الأراضي المحتلة. كان حوالي 7 أشخاص بشكله لجنة قيادية لهذا الفريق التفاوضي الكبير، ومن ورائهم قيادة منظمة التحرير وتحديدا ياسر عرفات ومحمود عباس وغيره من قيادة منظمة التحرير الذين كانوا يشرفون بشكل مباشر على الأداء السياسي للوفد المفاوض. وكان الوفد المفاوض في كل جولة تفاوضية في طريقه إلى واشنطن يذهب أولا إلى تونس للتحضير ولأخذ التعليمات، وعند نهاية كل جولة كان في طريق عودته إلى الوطن أيضا يزور تونس ويلتقي بالقيادة الفلسطينية ويقدم تقارير. وهذا كان له هدفين: الهدف الأول الإظهار للعالم بأن هذا الوفد هو وفد منظمة التحرير، والسبب الثاني هو أن يكون هناك تشاور وتكامل في المواقف المطروحة من قبل هذا الوفد بين الوفد وبين قيادة المنظمة. لماذا لم يحدث نجاح أو تقدم؟ لأنه هذا الوفد أصر على التمسك بالثوابت الفلسطينية التي لم تقبلها إسرائيل. وطبعا ربما سبب آخر، لأنه فتح هناك قناة سرية للتفاوض مباشرة بين قيادة منظمة التحرير وإسرائيل في أوسلو. عندما وصلت أخبار إلى واشنطن بأن هناك قناة خلفية في أوسلو على وشك أن تنجز اتفاق ما، وهم لم يكونوا بالتفاصيل، ولكن بعد أسبوع هذا موضوع الاستقالة انتهى وتم حل هذا الموضوع، باعتبار أنه الإخوة الذين كانوا في واشنطن كانوا يعوا أن القرار السياسي هو بيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني،
وإن كانوا قد أبلوا بلاء حسنا وكانوا خيرة من مثل الشعب الفلسطيني ودفاع عن حقوقه بدليل تاريخ كلهم منهم في تلك اللحظة وما بعدها، وبالتالي كان زعلهم مبرر باعتبار أنت عمالك بتفاوض وصل لك أشهر بتناضل داخل كوريدور وداخل دهاليز سياسة أمريكية موالية لإسرائيل، وفجأة واحد يقول لك أنت وين غيرك صار عامل اتفاق محل تاني. وهذا الكلام على فكرة مش الدكتور صائب ولا الدكتور حيدر ولا حنان عشراوي، هذا صار في تونس. الأخ فاروق قدومي، الأخ كبار قيادة المنظمة لم يكونوا على تفاصيل ما يجري في أوسلو. تفاصيل في أوسلو حتى ينجح كان بحاجة إلى سرية متناهية، وبالتالي عدد من كان يتابع موضوع أوسلو قليل للغاية، وبالتالي كبار القيادة بعدين شافوا التفاصيل عندما اقترب ما جرى في أوسلو إلى مرحلة ما قبل النهاية، إلى مرحلة أنه خذوا يا الإسرائيليين إلى قيادتكم وإحنا بناخذ لقيادتنا حتى يتشاوروا، وهناك المفاوضات يمكن أن تكون سرية، الاتفاق يجب أن يكون علني، وهذا بالضبط ما جرى.